السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم كريم جمال الدين من البرنامج الرياضي أخبار كريم، واللي هنتكلم فيه النهاردة عن صفقات نادي الإسماعيلي في سوق الانتقالات الصيفية لموسم 2022-2023. انتهى سوق الانتقالات المصري في الدوري العام المصري، وشهد تعاقد نادي الإسماعيلي مع 11 لاعب، وأنهى الإسماعيلي موسمه الماضي في المركز التاسع في ترتيب الدوري العام المصري. طبعا احنا عارفين ان النادي الإسماعيلي كان في الدوري اللي فات في مستوى سيء جدا، وكان كتير بيتنبأ له للهبوط الى دوري الدرجة الثانية، لحد ما جه المدير الفني حمزة الجمل و الاداري الفز حسني عبد ربه اللي قدروا يطلعوا بالفريق ويوصلوا الى المركز التاسع في نهاية الجدول. فالاسماعيلي مهم جدا في هذا الموسم ان هو يثبت ان هو من الفرق الكبيرة اللي موجودة في ظل وجود الاهلي والزمالك وبيراميدز. هو برضو كان من الفرق الكبيرة واللي ليها تاريخ كبير جدا في الدوري العام المصري، وما ينفعش الحال اللي بيحصل فيه النادي الاسماعيلي في الفترة اللي فاتت، وده بسبب المستحقات اللي للاعبين، وفي نفس الوقت المستوى بتاع اللاعبين معظمهم شباب مش قادرين يطلعوا بالنادي الاسماعيلي الى بر الامان. فجاءت صفقات نادي الاسماعيلي كالتالي: جالهم لاعب مهم جدا اللي هو صالح جمعة. طبعا احنا عارفين ان صالح جمعة كان قبل كده بيلعب في النادي الاهلي، ولكن هو صاحب العمر 29 سنة انضم لصفوف نادي الاسماعيلي في صفقة انتقال حر، وهو كان قبل ما يسيب نادي الاسماعيلي وقبل ما يبقى صفقة انتقال حر وهو كان بيلعب في سيراميكا كليوباترا. فهو لاعب الاهلي السابق وسيراميكا كليوباترا السابق، ووقع للنادي الاسماعيلي حتى صيف 2025. اما النجم اللي هنتكلم عليه الاخر هو النجم حمدي النقاز، اللي عارفين ان هو كان قبل كده بيلعب لنادي الزمالك. حمدي النقاز عنده من العمر 29 سنة وانضم الى صفوف الاسماعيلي في صفقة انتقال حر، لاعب الزمالك السابق وقع لنادي الاسماعيلي حتى صيف 2025. ولعبهم الثالث هو باسم مرسي، كان برضو لاعب في الزمالك قبل كده وكان في سيراميكا كليوباترا قبل كده. فباسم مرسي صاحب ال 30 سنة انضم لصفوف الاسماعيلي في صفقة انتقال حر، لاعب الزمالك وسيراميكا كليوباترا السابق وقع حتى صيف 2025. ودلوقتي هنتكلم عن ياو انور صاحب ال 24 سنة اللي انضم للإسماعيلي مقابل 200,000 دولار، وهو مهاجم قادم من أشانتي كوتوكو الغاني، ووقع مع نادي الإسماعيلي حتى 2027. وهننتقل إلى عبد القادر كولوبالي صاحب 20 سنة اللي انضم لنادي الإسماعيلي وجاي من نادي من الكوت ديفوار، مهاجم شاب وقع على عقود انضمامه لنادي الاسماعيلي حتى صيف 2026. اما محمد حسن فهو صاحب ال 28 عام اللي انضم لصفوف الاسماعيلي قادما من نادي سيراميكا كليوباترا، وهو لاعب الزمالك السابق وقع على عقود انضمامه الى نادي الاسماعيلي حتى صيف 2025. اما احمد محسن فهو صاحب ال 28 عام اللي انضم لصفوف الاسماعيلي قادما من نادي سيراميكا كليوباترا، واحمد محسن وقع على عقود انضمامه الى نادي الاسماعيلي حتى صيف 2025. والنجم نور الزمان الداموري صاحب ال 24 سنة اللي انضم لصفوف الاسماعيلي في صفقة انتقال حر، فهو لاعب الصفاقسي التونسي السابق ويجيد اللعب كقلب دفاع. اما فراس شواط فهو صاحب ال 26 سنة
واللي جاي لصفوف الإسماعيلي في صفقة انتقال حر هو مهاجم تونسي وقع على عقود انضمامه إلى نادي الإسماعيلي حتى صيف 2025. والنجم محمود شبراوي صاحب العمر 27 عام وانضم إلى صفوف الإسماعيلي وقادما من نادي الجونة، فشبراوي وقع على عقود انضمامه لنادي الإسماعيلي حتى صيف 2025/26. أما آخرهم فاللاعب كريم عرفات صاحب ال 24 سنة واللي انضم لصفوف الإسماعيلي معارم من نادي فيوتشر، هو ظهير أيمن شاب وقع على عقود الإعارة حتى صيف 2025. وبكده يكون خلص الفيديو بتاعنا النهارده اللي كان بيتكلم عن صفقات الإسماعيلي في سوق الانتقالات الصيفية لموسم 2022/2023. يا ترى يا هل ترى نادي الإسماعيلي هينهي الدوري في أي مركز؟ نتمنى للإسماعيلي التألق في هذا الدوري عشان يرجعوا تاني اسم الدراويش في الدوري العام المصري، وخلونا دايما نسمع السمسمية اللي دايما بتكون موجودة عند بورسعيد والإسماعيلية، ونشوف كرة القدم البرازيلية في صفوف نادي الإسماعيلي المصري. وبكده يكون خلص الفيديو بتاعنا النهاردة، مع تحياتي لكم جميعا كريم جمال الدين.